الواحدة تماما بتوقيتها الجزائر، نشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستهلها بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتضامنا مع الدول الشقيقة، وصول مساعدات إنسانية إلى السنغال عبر 3 طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي. تكثيف جهود تحقيق الأمن الغذائي، محطة فاعلة لتكييف ومعالجة البذور بسكيكدا. وبتيارت الاستعانة بالبحوث العلمية للرفع من مردودية البذور. ومن عين تيموشانت نتابع أنموذجا ناجحا في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب. استنكار واسع من شخصيات وهيئات دينية وفعاليات المجتمع الموريتاني في أعقاب التصريحات العدائية الأخيرة من أزلام نظام المخزن المغربي المحرفة للتاريخ والجغرافيا والدين. مصالح الأمن المشترك تؤمن المناطق السياحية الغابية والجبلية بولاية خنشلة. وببومرداس انطلاق فعاليات الطبعة 15 للأيام الوطنية لمسرح الطفل بمشاركة تعاونيات ونوادي مسرحية من 9 ولايات. تفاصيل النشر أهلا بكم. والمستهل بالتعاون وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لتعزيز التضامن مع الدول الشقيقة، وصلت صباح اليوم إلى دولة السنغال المساعدات الإنسانية التي تم شحنها أمس عبر 3 طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي، وهذا إثر الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق. عملية الشحن أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري بدعم وزارة الدفاع الوطني بالقاعدة الجوية بوفريك التابعة على الناحية العسكرية الأولى. وقف وزير الاتصال محمد بوسليماني خلال زيارة تفقدية لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بالعاصمة، وقف على عدد من المشاريع التي كلفت هذه المؤسسة الإعلامية الاستراتيجية بإنجازها على غرار توطين بث عمل القنوات التلفزية الخاصة والقضاء على جميع نقاط الظل لا سيما في المناطق الحدودية. وأكد الوزير في السياق ذاته أن المؤسسة تمكنت من وضع 23 جهاز إرسال بعديد الولايات الحدودية في الفترة الممتدة من جانفيه إلى جويلية من السنة الجارية، قصد تمكين المواطن من تلقي البرامج الإذاعية والتلفزية الوطنية، مضيفا أن القضاء على هذا المسعى يعد من أولويات قطاعه. ومن جهة أخرى كشف وزير الاتصال عن إعادة بعث مشروع إنشاء مدينة الإعلام بالجزائر. اللي عندنا هنا 47 هكتار، وان شاء الله رانا نسعاو باش نزيدو نجيبو 25 جراية قدامها باش نديرو هنايا، باش تكون باذن الله مشروع ميديا سيتي، مدينه الاعلام اللي راح تضم الاذاعه والتلفزيون ومؤسسه البث الاذاعي والتلفزي، وهي من الاهداف تاعها هي تقريب وتكامل بالمؤسسات في ميدان البث، وكذلك حاويات الانتاج. وكاين نقطة أخرى، أن اليوم نقدروا نقولوا بلي القنوات أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة التوطين تاعها راهو عبر تيديا، وهذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية هي تجهيز تيديا لمحطة أرضية انستاسيون تيريستر من الشهر، على حسب المدير العام، من شهر فبراير إن شاء الله تكون جاهزة. الأمور هي ماشية تكون جاهزة، وباش كل قنوات تولي 100% تمشي بقانون جزائري، وهذا هو الهدف تاعنا ومن أولوياتنا تالي. في إطار تكثيف الجهود للرفع من إنتاج الحبوب ولتحقيق معادلة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، تتوجه الجهود إلى إنتاج البذور والتي تتطلب توفير محطات التكييف والمعالجة والتخزين وفق الاستراتيجية المسطرة للبنك الوطني للبذور، وهو حال محطة سكيكدا والتي تمون أكثر من 20 ولاية على مستوى الوطن. سعيد بالعز يفسر.
محطة تكييف ومعالجة وتخزين وتوزيع البذور بسكيكدا بمختلف أنواعها من القمح الصلب إلى اللين إلى الشعير تعتبر مخزون استراتيجي وطني للبذور بمعايير ذات نوعية وجودة عالية وبقدرات إنتاج خالية من الشوائب ومتابقة للمعايير المعمول بها جعلت من سكيكدا الممول الرئيسي لولاية الوطن بالبذور. ننتج سنويا أكثر من 100,000 قنطار من البذور بمختلف أنواعها قمح الصلب واليونفت. نصف هذه الكمية يخصص لتغطية احتياجات الولاية من البذور، والفائض يحول إلى الولايات الأخرى، يعني كثير من الولايات تمول من طرف ولاية تعاون الحبوب وقجافة لولاية سكيكدا. المعروف أن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب بسكيكدا تقارب حوالي 30,000 هكتار، وهي مساحة ضئيلة بالمقارنة مع الولايات الأخرى، فما السر الذي جعل سكيكدا رقما صعبا في المعادلة الوطنية لجودة البذور؟ الخصوصية هذه أولا نرجع لطابع المناخ، الميزة الثانية هي ميزة الفلاح المكتر اللي هو راه أصبح فلاح مهني اكتسب خبرة مهنية كيعدي هاد البذرة هاد البذور كيعديو على مختلف الآلات تاع هاد المحطة، نقوموا في النهاية لهنا بالتحصل على البذور منقات. الدولة وفرت العديد من البرامج والميكانيزمات المختلفة في السياق من أجل تطوير وتحسين المردودية في هذه الشعبة وكذلك الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. جدير بالذكر أن النوعية الرفيعة للبذور بسكيكدا ساهم في التقليل من فاتورة الاستيراد الخارجي، وهو مؤهل للعب دور محوري لتحسين الإنتاج الوطني قصد تحقيق الأمن الغذائي. ولتوفير عينات نوعية وجيدة مع ضمان مدة الحفظ والتخزين، توجه مدروس لاعتماد التقنيات العلمية والدراسات والبحوث المتخصصة للرفع من المردودية. نتابع العينة في النشرة من تيارت، حيث ترافق جامعة ابن خلدون القطاع الفلاحي لتحسين الشعبة كما ونوعا. مرت عبروس. البحث العلمي ركيزة أساسية في تطوير الفلاحة لتحسين طرق الإنتاج اعتمادا على نتائج البحوث المتوصل إليها. مزرعة التجارب وإنتاج البذور التابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة ببلدية 70 تطلع بمهام تأمين البذور وتحسينها للرفع من المردود. نعتذر مشاهدينا وستكون لنا عودة لهذا الموضوع. ودعما للنشاط المقاولاتي في القطاع الفلاحي ومرافقة المشاريع المذرة للثروة من بينهم السيدة شمنت الماما من عين تموشنت صاحبة مشروع استثماري في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب، وتطمح لمزيد من الدعم لتوسعة النشاط واستحداث مناصب الشغل. محمد سلمي يراسلنا. بالطريق المؤدي من ولاية عين تيموشنت إلى منطقة عين الكيحل تقع هذه المستثمرة الفلاحية، أين تقوم السيدة شمنت الماما بعملها الدؤوب يوميا، وأملها إنجاح مشروعها في ميدان تربية الأبقار وإنتاج الحليب. هي الفكرة على المشروع كنت أنا مع الوالد تاعي زعما في الميدان مدة 4 سنوات، وتكونت في عين الأربعاء، تحصلت على دبلوم ربي أبقار مواشي. توجهت 2015 للأونساج هنا في تموشنت وكانوا عاونونا وكنا نجحنا في المشروع والحمد لله لحد الآن. احنا نتعاملوا مع مصنع هنا على مستوى عين تموشنت يخدم الحليب والألبان ولي بلوط على كريم صعمة ما شاء الله. السيد أشمنتل وإن كانت إرادتها فولاذية إلا أن نجاح مشروعها قائم على تلبية بعض المتطلبات الضرورية. غالى على الاعلاف، راه في حاله كارثيه، ما حصلناش على اراضي فلاحيه باش يكون نزيدوا في الانتاج، كما انا واحده من الناس كل قايد المساعده نوصل حتى ل 100 بقر باش نغطي ولايه عين تموش نغطي الولايات المجاوره. بدورها الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه بالولايه تقوم بمرافقه اصحاب المشاريع وتعمل كوسيط بين المستثمر والادارات الوصيه لرفع العراقيل. قدمنا لها المرافقه اللازمه اثناء التمويل، وقدمنا لها كذلك اليوم رانا نقدموا لها في مرافقه
بعدية من خلال الاتصال الذي كانت تحظى به من طرف الوكالة للنظر في المشاكل والعراقيل التي كانت تصادفها سواء من ناحية الإجراءات الإدارية أمام المؤسسات العمومية ذات الصلة. وتتطلع السيدة شمنتل إلى إنجاح المشروع وتنويع مجالات الاستثمار في الميدان الفلاحي قصد استحداث الثروة وتوفير مناصب شغل لأهل المنطقة. إذن وبالعودة مشاهدينا إلى الموضوع المرسل من تيارة ولتوفير عينات نوعية وجيدة مع ضمان مدة الحفظ والتخزين توجه مدروس لاعتماد التقنيات العلمية والدراسات والبحوث المتخصصة للرفع من المردودية. نتابع هذه العينة في النشرة من تيارة حيث ترافق جامعة ابن خلدون القطاع الفلاحي لتحسين الشعبة كما ونوعا. نتابع مراسلة من تيارت لمراد عبروس. البحث العلمي ركيزة أساسية في تطوير الفلاحة لتحسين طرق الإنتاج اعتمادا على نتائج البحوث المتوصل إليها. مزرعة التجارب وإنتاج البذور التابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة ببلدية السبعين تطلع بمهام تأمين البذور وتحسينها للرفع من المردود. باش نكفوا كاع الفلاحة الجزائريين فيما يخص كمية البذور اللي تتزرع وليو دو توليزي دي سومونس دو فيرم اللي ممكن ما تكونش معالجة، ربما ما تكونش نقية، ما تكونش صافية. التقنية تلعب لها دور كبير في رفع المردود، كون ما نديروش مسار تقني صحيح منذ بداية الحرث، عملية الحرث والبذر حتى الآخر اللي هي الحصاد. يعني عندنا تقنيات يلقها التقنيات نتبعوها. قطاع التعليم العالي هو الآخر يعمل على النظر في الاقتراحات والحلول التي من شأنها النهوض بشعبة المحاصيل الزراعية الكبرى. دور يعني تاع الجامعة على أساس تحسين المعطيات التقنية من أجل نجاح زراعة الحبوب، خاصة أن الولاية معروفة بالافوكاسيون تاعها سيريالية. في دراسات قامت بها جامعة ابن خلدون، دراسات ميدانية يعني دراسات العلمية مدت بعض النتائج ك يعني رفع المردود، وخصوصا ان ولاية تيارت ولاية فلاحية بامتياز. الاستعانة بالخبرات العلمية في مجال الحبوب واندماج الفلاحين في مساعي تطوير هذه الشعبة من شأنها تحقيق الريادة في إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي بالجزائر. في مجال التنمية دائما مشاريع أنجزت وأخرى في طور الإنجاز في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في ولاية تيزي وزو، خاصة بعد فتح المجال للمستثمرين في مجال بناء السفن وتربية المائيات. الروبرتاج لفوزياتاج. صناعة السفن بطول 30 إلى 36 متر بات اليوم واقعا بفضل مستثمر فتح ورشته بأزفون وطورها، فكانت النتيجة تصدير سفينتين ولأول مرة من الجزائر إلى موريتانيا، ليزداد الطلب اليوم داخليا وحتى خارجيا بعد أن كان عنوان منتوجه الإتقان. يعني ما كانش فرق بين شونتي ألجيريان وشونتي إترانجي، يعني أنا كنت مشيت وشفت ما كان أي فرق، والحاجه المليحه اللي ربحناها هنايا سي بوتيت لا رابيديتي وتاني لوكو. يملكوا كفاءات وزيد باسكو علاه كاين لونغار، لونغار سي تري امبورطون هنا لداخل باسكو ما يفو با كي سوا اكسبوزي لي سمش ولا لي شتا. ما عندهاش 3 شهور بغيت نكسبورتي البواخر الى الخارج، اما مره ثانيه 3 شهور اكسبورتي دو باطو لموريتانيا أول مرة في تاريخ الجزائر. وعندنا بروجي مع الكروات بس نصنعوا بواخر تو تيب دو باطو من الحديد حتى 120 متر هنا في الشونتي باسكو عندنا قدرات. قطاع الصيد البحري بولاية تيزي وزو يعرف اليوم انتعاشا ملحوظا بفعل المشاريع التي تم إنجازها، ومنها تربية المائيات بتكزيرتا بقدرة إنتاج 600 طن. في أول مرحلة يعني تم استزراع 1,000,000 وحدة سمكية صغيرة كي ننتج 300 طن. في المرحلة الثانية سوف يعني تقوم هذه الشركة اللي هي شركة خاصة بمضاعفة الإنتاج حتى تصل 600 طن. يدخل هذا المشروع من بين المشاريع الجديدة اللي قمنا بإطلاقها هذه السنة، ولتدخل في ديناميكية رفع الإنتاج السمكي عبر تربية المائيات.
فتح الاستثمار في مجال الصيد البحري ودراسة وتحسين وضعية الحرفيين الصيادين كلها عوامل ستؤثر إيجابا على الإنتاج السنوي للثروة السمكية في الجزائر. رغم تراجع استخدام المواد الأولية التقليدية في بناء البيوت، إلا أن القصر العتيق بورقلة لا يزال يشهد محاولات جادة من قبل الهواة للحفاظ على التراث المادي والدعوة بضرورة استخدام هذه المواد، تقول نسيمة جوجيل. شعور بالراحة والطمأنينة يحظى به الساكن بالقصر العتيق بورقلة. تغير الزمان وتفاصيله لكن المكان ثابت، ومعطياته تعلق بها أناس يمثلون روح القصر. اليوم رانا متواجدين في دار من الديارات من الديار اللي تبنات بالجبس اللي الناس تخلت عنها، وهي هذه المادة، هذه مادة محلية وما شاء الله الله يبارك، يعني الريحه اللي رانا نشموها فيها يعني تاع الجبس هذه، يعني كما نقولوا في الدار هذه، تقول ما شاء الله الله يبارك. مواد اوليه تتلائم والمناخ الصحراوي تستعمل في بناء البيوت، لها ميزات عديده لذا لم تستخدم عبثا، فهي تهدف ايضا لاعطاء جانب جمالي يريح المقيم والزائر على حد سواء. تتيم بها التسقيف، نسقف بها أسقف الموجودة كما تلاحظون، كذلك نستعمل بها إلى التلبيس، تلبيس الجدران، وهذا يتم، وكذلك التسقيف يكون مع المواد المحلية بالخشب النخيل. تيمشنت هي أحد أهم المواد الأساسية القاعدية للحفاظ على القصر بتراثه المادي لإعادة الاعتبار لها. حبذا لو يعني المجتمع الورقلي وخاصة أهل القصر يعني يتمسكوا بالترميمات بالمادة المحلية، وعلاش؟ ربما يكون يعني السر في أنه القصر راه مصنف من بين التراث الوطنية. لعل هذا المنزل يدعم الراغبين في الحفاظ على تفاصيل القصر العتيق وبعث نفس جديد لمنازل اندثرت يرجى إحياؤها بما كانت عليه قديماً. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أوت 2022 عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل الترابية الوطنية. وفي عمليات مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر الترابية الوطني. وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفات الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليم الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 3 تجار مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب 394 كيلوغرام من الكيف المعالج. ومن جهة أخرى وبكل من تمن راست وبرج باجي مختار وإنجزام وجنات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 248 شخصا، وضبطت 20 مركبة و333 مولدا كهربائيا و146 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن و4.3 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 11 شخصا وضبط 5 بنادق صيد ومسدسين آليين و22 قنطارا من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدم
تقدر ب 17 طنا، وهذا بكل من ورقلة والوادي وباتنا وإنجزام وبجاية وقسنطينة وبسكرة. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تقدر ب 37,289 لترا بكل من تمن راست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسقهراس. ومن جهة أخرى أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 187 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعة، فيما تم توقيف 117 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر الترابي الوطني. والآن وفيما يتعلق بردود الأفعال حول تصريحات الرئيس أرسيوني، أكدت المشيخة العامة للطريقة الشيخية أن هذه التصريحات غلب عليها التهور وانعدام المروءة وقلة الحكمة، وأن أرسيوني يسعى بخطابه الهدام إلى تفريق المسلمين والتعدي على حقوقهم في بلدانهم بعبارات استفزازية لا تخدم أحد سوى الكيان الصهيوني. وتضيف المشيخة العامة للطريقة الشيخية أن علماء الأمة الإسلامية وكل مشايخها ورجالاتها بريئين من هذا التصريح براءة الذئب من دم يوسف. وفي تداعيات التصريحات العدائية الأخيرة من أزلام نظام المخزن المغربي والتي تسيء إلى دول الجوار ممن يحتسبون على الدين، وأمام ذلك كان الاستنكار والتنديد واسعا لا سيما من شخصيات وفعاليات المجتمعي الموريتاني. نبيل عثمانية. إذا لم تستحي فافعل ما شئت، قول حق في نظام المخزن على كل مقامات الحياة. لم يستحي من شعبه حين طحن بائع السمك، ولم يستحي من دموع طفل القنينات وهو ينفذ بروحه في صورة هزت الإنسانية، ثم لم يستحي من البراءة تلعق مياها راكدة لتسد رمقها. لم يستحي أيضا بالوراثة من إنتاج وتصدير السموم، فأرق منطقة بكاملها وهو يدعم الجريمة المنظمة ومن خلالها الإرهاب. وهو في خضم خصاله الدنيئة لم يستحي المخزن من قارة بأكملها، وقد قتل أبناءها دون رحمة ولا شفقة، ثم يدعي بعدها الانتماء. نظام المخزن يتطاول على بلد المليون شاعر ويشكك في تاريخه المتين. كذلك ردت هيئة العلماء الموريتانيين على رقصات أبواق المخزن، وكذلك ثارت حفيظة الشارع الموريتاني الذي انتفض لدحر ادعاءات مغالطة ودعوات بائسة. الشعب الموريتاني له ضمير ضار في أعماق التاريخ في العالمين العربي والإسلامي، وهو فاعلة متحركة في العالم الإسلامي، وهذه التصريحات لا تنم عن واقع ملموس للثوابت القائمة على أساس الجوار ولا حتى الأخلاق والقيم ضاربة في أعماق التاريخ. وكان حريا بالنخب المغاربية السعي الجاد في العمل العربي المشترك ووحدة وتقوية الصف العربي وتقوية مشروع المغاربي بدل زرع الفرقة والتفرقة والفتنة. لكن التاريخ كتب أن المخزن لم يستحي عندما استولى خيانة على أرض المجاهدين في الريف، وأنه يسعى إلى ضم أرض الصامدين في الجمهورية العربية الصحراوية، ثم لم يستحي أيضا عندما خان أمة برمتها عبر التطبيع وهو يبيع قضيتها بثمن قليل. تصريحات داخل التطبيع في إطار التطبيع، وتصريحات من أجل دعم التطبيع على كل حال وتطير المخزن في الاتفاقية الإبراهيمية على كل حال. ولكن الحقيقة المستهدف الحقيقي ليس الشعب الصحراوي، ليس الشعب الجزائري، والمستهدف الحقيقي هو المغرب والشعب المغربي. نقول لك ولهيئتك التي أساءت إلى موريتانيا وأنت أسأت إلى موريتانيا، أننا نطالب الجامعة العربية بإغلاق هذه الهيئة التي ترأسها، لأنها كان من الأصل أصلا عليها أن تسعى للم شمل الدول العربية وتوحيدهم وتوحيدهم
لا أن تسعى لأن تستنقص من دولة أو تذكر أنها وجودها عدم، بل أنت وجودك خطأ، وجودك خطأ كإمام، وجودك خطأ كرئيس هيئة، وجودك خطأ. لكنه في المقابل يستحي من حلفائه القدامى والجدد على حساب انتماءاته الإقليمية والقارية والمصيرية. فالمخزن في النهاية ملك جائر لا يعلم أن الشعوب والأمم والأمصار أكبر من طموحات عرش بني على جرف هار، لكنه لم يستحي ففعل ما يشاء. تتواصل اليوم الثاني على التوالي فعاليات المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جو 2022 التي تحتضنها الجزائر، حيث أجريت اليوم بمنطقة بوغار بالناحية العسكرية الأولى منافسات بياتلون، والتي تمثلت في الجري على مسافة 10 كيلومترات بمشاركة 15 دولة. كما شملت منافسات اليوم الرمي بالأسلحة الخفيفة من 3 وضعيات، وشهدت المسابقة تنافسا كبيرا بين الدول المشاركة. ويذكر أن الجزائر افتكت أمس المركز الأول في سباق العربات القتالية فردي. في الرياضة دائما وبألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها قونيا التركية 2021، حيث أضافت الجزائر أمس 3 ميداليات جديدة، فضيتين وبرونزية. الميدالية الفضية الأولى حصل عليها جواد سيود في سباق 200 متر فراشة، أما الفضية الثانية فحصلت عليها المصارعة سونيا أسلح في رياضة الجيدو 78 كيلوغرام، أما برونزية الجيدو فانتزعتها كوترو علل في وزن أقل من 78 كيلوغرام، ليرتفع رصيد الجزائر إلى 25 ميدالية، 7 ذهبيات، 9 فضيات ومثلها من البرونز، لتحتل الجزائر المركز 9 في جدول الترتيب العام للميداليات. الآن وبهدف تأمين المناطق السياحية الغابية والجبلية بولاية خنشلة، تعمل مصالح الأمن المشتركة من الدرك الوطني والشرطة على مداهمة الأماكن المشبوهة ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها. سفيان عشرت. المناطق السياحية كحمام الصالحين والمعروف عنها توافد العائلة من كل أنحاء الوطن، والتي تحتاج إلى توفير الأمن، وهذا ما تسعى إليه كل الأسلاك الأمنية في الولاية، وذلك من خلال نقاط تفتيش ومراقبة ومداهمة الأماكن المشبوهة من أجل ضمان راحة المواطن. احنا كرياضيين شفنا هذا البرج، هذا عجبنا الحال بزاف، والحمد لله نعمة، وعندنا الطمأنينة أن نجري وما نخافوش، ما نخافو حتى من حاجة. بالمناسبة زيارتنا لولاية خنشلة ولهذه المنطقة السياحية حمام الصالحين، الحمد لله يا ربي جينا طالعين لقينا نقطة تفتيش مختلف قطاع الأمن، نستحسنوا هذه الفكرة. هذه كي نرقد في خنشلة نرقد مطمئن آمن، أو بفضل هذه الناس هذو. على كل حال ربي يعطيهم صحتهم وربي يحميهم وينزل الأمن والأمان على بلادنا الجزائر. أجهزة حديثة تستعمل للكشف عن السيارات المسروقة وتحديد أماكنها، مما يسهل العثور عليها ومراقبة كل ما يتعلق بسائق المركبات للتقليل من حوادث المرور. جهاز الكشف عن السيارات المبحوث عنها أكاليس، يسمح هذا الجهاز بمراقبة الطريق للكشف عن السيارات المبحوث عنها، وهو مزود بكاميرا رقمية ترسل تسجيل فيديو إلى جهاز إعلام آلي مثبتة عليه تطبيقية. هذه الأخيرة تقوم باستخلاص آني للوحات الترقيم التي تتم مقارنتها بقاعدة المعطيات للسيارات المبحوث عنها عبر إقليم الاختصاص. القيام بعملية مداهمات مشتركة للمركبات والأشخاص بالمناطق السياحية والمنتزهات العائلية والمساحات الترفيهية تشمل النقاط السوداء، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية. تم برمجة مداهمات مشتركة واسعة نطاق لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات، بؤر الإجرام المحاذية للمنشآت السياحية، الغابات والمنتزهات العائلية. السهر على راحة وأمن المواطن يتجلى بتضافر كل جهود الأسلاك الأمنية، والتي تعمل ليل نهار وفي كل الظروف.
تحت شعار الشعر لغة الوطن الشامخ، افتتحت بقصر الثقافة مفدى زكريا بالعاصمة الاحتفالات باليوم الوطني للشعر، والتي عرفت مداخلات الشعراء الذين تغنوا بالثورة الجزائرية واستقلال الجزائر. من هذه المناسبات الراقية الاحتفاء بالشعر الذي يرتبط في هذا المقام بوفاة شاعر الثورة الجزائرية العظيم الشاعر مفدي زكريا، وهي مناسبة نقف فيها وقفة تأمل وإجلال أمام المعاني السامية التي تضمنها مسار الوطني الحافل بالتضحيات والبطولات التي وجدت لدى شعراء صداها الجميل والجليل. وتمثل ستينية الاستقلال فرصة مواتية لتأمل المسار الإبداعي للثقافة الوطنية برمتها. وبالمركز الثقافي لبودواو انطلقت فعاليات الطبعة 15 للأيام الوطنية لمسرحية الطفل، والتي ستدوم 4 أيام. التظاهرة التي تشارك فيها فرق وتعاونيات ونوادي مسرحية من 9 ولايات ستعرف تكريم أحسن عرض مسرحي وعدد من الوجوه الفنية المسرحية. المتابعة لإكرام قاتي. بشغف كبير تابع هؤلاء البراعم عرض مسرحية وطنية بعنوان باب الحرية. جينا هنا باش نشوفوا نشاطات، باش نتعرفوا على واش حيديروا، باش نشوفوا ما في نجو مقبل كيكون اي نشاط نجو نشوفوا، كل خطرة يكون تطور اكثر واكثر. المسرح شغل تنمي المواهب تاعك، اللي يكونوا شغل تكون عندك حاجة شغل تمثلك انتي من الداخل وباه تستمتع بالوقت تاعك. جيت مع عائلتي باش نقضي وقت مستمتع معا. كيمثلوا حبي كيمثلوا؟ اه. قلتي تحبي تمثلي ولا لا؟ لا نحب حب الوطن والدفاع عنه أنبل رسالة حملها هذا العرض المسرحي للجمهور الصغير. اليوم راح نقدموا عرض على أثناء اندلاع الثورة. الهدف منه هو تعريف بالثورة الجزائرية للأطفال الصغار بطريقة فنية. الرسالة اللي حنوصلوها من خلال هذا العروض نعلموه نعتلهم الفن، نعتلهم المسرح كيفاه داير. المسرح راه متنوع فيه حوايج بزاف، فيه لي دونسي، فيه انواع الفن. فيه مهرجان وطني مسرح الطفل اللي راه يتنافس على القناع الذهبي. والله الهدف هي من هذه التظاهره اللي كنعطي البسمه للاطفال، راه متعطش كثير متعطش لهذا الفن المسرحي. الأيام الوطنية لمسرح الطفل فرصة لتهذيب ذوق الأطفال وتنمية مهاراتهم. وبأبي الفنون نطوي أوراق الواحدة. الآن تذكير بأهم الأخبار. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتضامنا مع الدول الشقيقة، وصول مساعدات إنسانية إلى السنغال تم شحنها أمس عبر 3 طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي. تكثيف جهود تحقيق الأمن الغذائي بمحطة فاعلة لتكييف ومعالجة البذور بسكيكدا. وبتيارة الاستعانة بالبحوث العلمية للرفع من مردودية البذور. ومن عين تيموشانت تابعنا انموذجا ناجحا في مجال تربيه الابقار وانتاج الحليب. استنكار واسع من شخصيات وهيئات دينيه وفعاليات المجتمع الموريتاني في اعقاب التصريحات العدائيه الاخيره من ازلام نظام المخزن المغربي المحرفه للتاريخ والجغرافيا والدين. مصالح الأمن المشتركة تؤمن المناطق السياحية الغابية الجبلية بولاية خنشلة. وببومرداس انطلاق فعاليات الطبعة 15 للأيام الوطنية لمسرحية الطفل بمشاركة تعاونيات ونوادي مسرحية من 9 ولايات. ختام النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء. إلى اللقاء.